ان احنا كلنا يعني كنا متابعين الخبر ده. الاهلي يرد على ملاحظات وزاره الشباب والرياضه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال النهارده النادي الاهلي ارسل اليوم خطابا لوزاره الشباب والرياضه متضمنا الرد على كافه الملاحظات التي اوردتها الوزاره في خطابها الوارد للنادي بتاريخ 4 اكتوبر الحالي. اضاف مرجان ان الخطاب تضمن الرد على 22 ملحوظه أدركتها وزارة الشباب والرياضة في خطابها، علما بأن هذه الملاحظات تمت جميعها في عهد مجالس إدارات النادي السابقة. كلام مهم جدا، يعني لازم أعيده على حضراتكم، أن هذه الملاحظات تمت، جميع هذه الملاحظات 22 ملاحظة في عهد المجالس السابقة من عام 2007 وحتى 2017، وقام النادي بالرد عليها وإرسال المستندات الخاصة بها بكل ملحوظة على حدة. كما أوضح المدير التنفيذي للنادي أن النادي الأهلي رد أو رد النادي اليوم وفقا للموعد القانوني المحدد من قبل الوزارة، والتي حددت اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر كآخر موعد لتلقي رد النادي الأهلي على ملاحظات الوزارة. يعني ده طيب، أنا عشان يبقى معانا العميد محمد مرجان يقول لنا مزيد من التفاصيل. سيادة العميد أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، ازيك يا عميد، عامل إيه؟ ربنا يخليك، أنت عامل إيه؟ ربنا يخليك، الحمد لله يا حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله. يعني دايما بقول ربنا يعينك وربنا معاك وقدها قدود. الله يخليك، الله يخليك يا حبيبي. يعني عايزين نوضح للجماهير الاهلاويه ما تم الرد عليه من قبل وزاره الشباب والرياضه. النادي الاهلي النهارده ارسل خطاب متضمنا كل الملاحظات التي سردتها وزاره الشباب والرياضه و22 ملحوظه، وانا قلت قبل ما حضرتك تدخل معايا على طول ان 22 ملحوظه دول كانوا في عهد المجالس السابقه من 2007 ل 2017. تمام، بس خلينا نتفق يا ميدو ان احنا ما فيش حاجه اسمها مجلس سابق ومجلس حالي. اكيد اكيد اكيد، ده النادي الاهلي اكيد، واللي بيبقى موجود هو بيبقى يعني المفروض المنوط بيه هو اللي بيرد ويدافع عن النادي الاهلي بالشكل القانوني وبالالتزام باللوائح المنظمه وبالقوانين، فبلاش نقول مجلس سابق او حالي. اكيد خلاص، هي 22 ملحوظه دول كانوا وصلوا بتاريخ 3/10، ولجنه الشباب وزاره الشباب والرياضه كانت نزلت لجنه، وفي اكتر من لجنه في الفتره اللي فاتت نزلت على النادي الاهلي. طبعا النادي احنا ما بنتكلمش، احنا بنحافظ على النادي الاهلي، احنا عندنا هدف اساسي طبعا كلنا عارفينه، الحلم اللي احنا بنحلم بيه كلنا بطوله افريقيا، فكل الكلام دوت هو ده الهدف بتاعنا، وهو ده هدف اسعاد جماهيرنا، وهو ده هدف بطوله افريقيا وترجع كاس عالم. القصص الاداريه دي احنا شغالين فيها الحمد لله على التوازي. النادي الاهلي مفتوح، في لجان نزلت اكتر من لجنه، في لجنه وزاره الشباب والرياضه كان ليها ملحوظات 22 ملحوظه الحمد لله. في نفس التاريخ اللي جه فيه 3/10 كانت الساعه 8 مساء، يوم 4/10 رئيس النادي مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب كان شكل لجنه، اللجنه دي فيها الساده القانونيين والاداره الماليه بالاضافه الى نائب رئيس النادي السيد عمرو فاروق تمام والاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق. اللجنة دي اشتغلت يعني مش عايز اقول لك يعني عشان خاطر ترد على كل الملحوظات اللي جت للنادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين احنا انتهينا فيها فعلا اول امبارح. امبارح كان في اجتماع مع رئيس النادي عشان يطلع على كافة الجمهور والرد على كافة الملحوظات اللي موجودة، والنهاردة الصبح التزاما بال 15 يوم زي ما جه في الجواب بعتنا لوزارة الشباب والرياضة مشكورين الملفات بالكامل بالرد بالكامل. اكيد طبعا في ردود هم هيستقبلوها، في ردود هيبقى فيها تعقيب، دي مش يعني ده امور عاديه جدا، وده اي عمل اداري بيبقى فيه الكلام ده كله موجود، فاحنا بعتنا الرد علينا وعملنا اللي علينا. احنا مكتوب يعني نصيبنا ان احنا موجودين في النادي الاهلي في الفتره الحاليه، فبنرد على كل ما بيجي عن النادي الاهلي، مجلس ادارته واداره تنفيذيه موجوده بترد عن الاهلي، ولكن نخرج بره قصه مجلس سابق او مجلس حالي او الكلام ده كله، لان ده الاصول اللي احنا اتربينا عليها، طالما احنا موجودين يبقى احنا بندافع عن حقوق النادي الاهلي مع الالتزام واحترام كافه القوانين المنظمه في هذه الشؤون او في هذه الشؤون الماليه او الاداريه او الكلام ده كله، احنا بنلتزم بيها وبنحافظ على القوانين، فان شاء الله باذن الله الرد راح النهارده ومطمن الناس كلها. دي امور عاديه جدا وبتحصل على مستوى المؤسسات الكبرى، النهارده النادي الاهلي مؤسسه رياضيه كبيره هي الاولى افريقيا، النهارده انت بتتكلم في ثلاث فروع وان شاء الله داخل على الفرع الرابع، بتتكلم في ميزانيه الحمد لله رب العالمين بتعدي المليار جنيه، عقود رعايه موجوده، فالحمد لله رب العالمين دي اكيد لازم يبقى فيه ملاحظات لازم ان شاء الله يترد عليها، وكل اللي بيجي بيشتغل في النادي الاهلي او بيجتهد في النادي الاهلي له كل الاحترام لانها مسؤوليه كبيره، فالحمد لله احنا ردينا النهارده وبعتنا الملفات بالكامل وان شاء الله باذن الله موجودين وفي انتظار بقى التعقيب باذن الله. اكيد يا كابتن، وحضرتك بتتكلم كمان يعني بتتكلم في فتره كبيره جدا 10 سنوات فيهم 22 ملحوظه.
طبعا ده بحد ذاتها انجاز. ونرجع نقول برضو تاني، خلي بالك اللي في خلال العشر سنوات دي في كام جمعيه عموميه بالظبط اعتمد ميزانيات بالظبط النادي الاهلي ومجلس بالظبط ادارته، بالظبط فدي جمعيه عموميه اعتمدت ميزانيات، ولكن برضو احنا بنحترم القوانين وبنحترم اللوائح الحكومه، لان دي انت في الاول وفي الاخر ده مال عام موجود. النهارده كل الجهات من حقها تطمن اعضاء الجمعيه العموميه، من النهارده انت بتعمل جمعيه عموميه عشان تعتمد ميزانياتك، بتعرض عليها كافه المصروفات اللي انت بتصرفها سواء في مجال النشاط الرياضي او سواء في الانشاءات او سواء في الخدمات قطاع الخدمات، فده من حق الجمعيات العموميه كلها الاطلاع عليها. وفي نفس الوقت الاجهزه المعنيه برضو من حقها اللي هي تكون مطمنه، فده برضو ده يعني احنا كل ده متوقع وكل ده احنا عايشين فيه، فسواء في العمل الخارجي او سواء في النادي الاهلي، فما يعني ما حدش يقلق، دي امور عاديه جدا وطبيعيه جدا. ولكن هو العنوان الرئيسي اللي موجود في النادي الاهلي زي ما رغبونا في النادي الاهلي، بيدافع عن النادي الاهلي، بيرد على النادي الاهلي ايا كان، لان ده نصيبنا موجودين. واكيد في مجالس بعدين هتبقى موجوده متعاقبه، وادارات بعدين هتبقى متعاقبه، انت ما بتردش على شخص او بترد على مجلس، انت بترد للنادي الاهلي. النادي أكيد. الاهلي اسم كبير، والنادي الاهلي جماهيره كبيره، والنادي الاهلي اعضاء جمعيات العموميه ناس واعيه، فعارفين كويس قوي يعني ايه قيمه النادي الاهلي وازاي نحافظ على النادي الاهلي. اللي احنا شايفينه بقول للناس ما تشغلوش بالكم بيه خالص، احنا عندنا هدف، ثلاث اهداف اساسيه احنا شغالين عليها. الهدف الاول بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله فريق كره القدم واسعاد الجماهير المصريه والجمعيه العموميه. الهدف الثاني بطولات النشاط الرياضي، ونفس القصه برضو الحفاظ على الانتصارات والبطولات، لان هو ده برضو هدف النادي الاهلي. الهدف الثالث والاساسي اسعاد الجمعيه العموميه بتوفير كافه سبل الخدمات والمشروعات والتطويرات اللي انت شايفها على المستوى الداخلي. فربنا يعيننا وربنا يوفق المجلس اللي موجود، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله الجميع ان شاء الله. كلام محترم جدا من شخصيه محترمه جدا وعنوان جميل جدا، اسمه محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي. شكرا ربنا جدا يا فندم، ويعني كلام محترم جدا.